مباراة يعني كمان كانت بتحظى بمتابعة كبيرة جدا. يعني في بداية الحلقة كان معايا إعلام تونسي، الحقيقة هو إعلام رياضي كبير هناك في تونس، الأستاذ عبد السلام ضيف الله، وقال لي إن تونس كلها كانت متحمسة. طبعا حضرتك عارف علي معلول فرجاني سيسي كانوا متحمسين جدا للنهائي، وقد إيه بيشجعوا ومستنيين، وكانوا عاملين تغطية إعلامية كمان كبيرة. طبعا أنا بس عايز أقول في الناحية الفنية بقى، هو النادي الأهلي لعب بذكاء أكتر، بمعنى زي ما الكابتن هشام قال، هو لعب الزمالك استحوذ كويس، لكن النادي الاهلي كان كل تركيزه على مفاتيح لعب الزمالك. يعني انت حضرتك لو شفت بن شرقي امبارح وزيزو اكتر اتنين مؤثرين، ده حقيقي، ومصطفى محمد معاهم اللي يقدروا يسببوا قلق للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لعب على الحته دي، كل تركيزه على التلاتة دول، وفعلا قدر الى حد ما او حد المدرب التغيير ايا كان، يعني قدر يوقفهم، قفل خطوره برضه يعني جدا. رغم ان النادي الاهلي بقى العكس، النادي الاهلي بيلعب جماعي شويه عن الزمالك، الزمالك يعني بيلعب اكتر على الفرديات، حتى جول شيكابالا فردي فردي بحت، طبعا مع احترامي طبعا. انا عايز اقول ان ابينا هو جون عالمي عالمي. انا عايز اقول لحضرتك يعني حط الكره في الست لعيبه واقفين في حق جون في يعني. لا وعايز اقول لحضرتك حاجه، معلش انا عندي اعتراض شويه على ان يقول لك مع احترامي طبعا لكل الزملكاويه ان الزمالك ناقص منه وناقص، لا 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 لا، شيكابالا امبارح عمل اللي كان ممكن يعمله اوباما واكتر. شيكابالا اخطر واحرف كتير من اوباما، اوباما ممكن يكون عنده الفتنس اعلى، لكن مثلا جول كان عامل السن ان هو ممكن ياثر، لكن يعني جول شيكابالا امبارح يعني جاب جول يعني اذا مكانه ما تاثرش. هو انا هو بص، النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي سليمه، بس هو اوباما جوه الملعب عنده رؤيه ممكن ما تتصورهاش انت كلاعب، ان هو ممكن يحط كوره ما تكونش هتتلعب بطريقه معينه. شيكابالا يعني خارج توقعك، غير التوقع. شيكابالا نفس الكلام، هو بيميز اوباما. شيكابالا نفس الكلام، ده عامل واحده قبل الجون بينيه لمصطفى محمد في وسط الاثنين الاستوبر بتوع النادي الاهلي. انا عايز اقول ايه، ان اوباما في الحته اللي تحت مصطفى محمد بيتحرك فيها افضل. لا أو ما هو دي انا مع احترامي طبعا اوباما مهم جدا، لكن تاثيره امبارح ما هو التاثير في ايه؟ معلش، ما هو اللي بيلعب مكانه شيكابالا مش اي حد. لا 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 لا، هو شيكابالا لكن عبد الله جمعه انا معاك، يعني اسلام جابر حرام، يعني نقول اتظلم باك ليفت، هو مش عمره ما لعب باك في حته هنا في تاثير شويه. ورغم ذلك اثرت على الزمالك، ورغم ذلك مكانه ما كانش هو، ما حسيتش ان الجاب الكبير يعني. لكن انا بقى اقول لك العكس، النادي الاهلي امبارح قالوا ديانج فرق كتير قوي في نص الملعب امبارح. طبعا فرق كتير، الاستحواذ كله بتاع نادي الزمالك اللي كان في نص الملعب، نص الملعب قالوا ديانج كان سبب رئيسي في الاستحواذ الكبير بتاع نادي الزمالك. دي نمره واحده. خلي بالك الناس بتقول قالوا ديانج بس، لا انت ما تنساش ان النادي الاهلي بدا بطوله افريقيا مع حسام عاشور، مع رمضان صبحي، مع احمد فتحي، كل دول برضو فارقين، ما هي في النهايه بطوله. لكن في النهايه انا عايز اقول الزمالك كان مستحوذ اكتر، الكره في رجليه كانت اكتر، لكن النادي الاهلي لعب على الهدف. ازاي الاخطاء اللي موجوده في الزمالك، وازاي اقفل مفاتيح اللعب تمام، وهي دي اللي كل الاهلاويه قبل المباراه كانوا عاملين حسابها. حتى الجمهور يقول لك نادي الزمالك بن شرقي زيزو مصطفى محمد، بن شرقي زيزو طبعا. وطبعا الثلاثي الهجومي ده بالنسبه لك كان مهم، وطبعا مع احترامي طبعا برضو الونش فرق كتير جدا. طبعا كتير جدا، بس عبد الغني كان كويس، ماشي كان كويس يعني. بص هو طب لو جبنا اي لعيب قصاده لعيب، المشكله الثقل اثناء الاداء الملعب في نفس الوقت بيلعب فيه، يعني هو تمام، يعني الثقه يعني والخبرات طبعا. الحته اللي هي عشان الناس بس ايه، عبد الغني لعيب كويس جدا، لكن هو مساله ان هو بقاله مده مش مشارك مع زمايله، فحته الانسجام ما بتبقاش موجوده، كان مفتقدها غصب بنسب بنسب تمام. لكن الونش الفتره اللي فاتت ثبت وجوده بشكل قوي جدا، فبقى في خوف من اللعيبه ان هم تاني ان هم يخشوا ناحيه الونش. تاني حاجه التايمنج بتاعه اتظبط، يعني التايمنج بتاعه في الهيدرز، التايمنج بتاعه في الزحلقه، التاكلينج، التايمنج بتاعه في الدخول على الخصم اتظبط، فبقى لعيب
اداؤه بقى راقي. لا وعنده ثقل النهارده نمره واحد في منتخب مصر وبعد كده بيجيب اجوان. الماتش الاولاني هو اللي جاب الجول. لا يعني هذا الثقل ده هو الثقل دي مش معناه يعني ان انا بألغي ان في لعيب وحش تاني. لا يعني زي ما بتروح المنتخب بتلاقي اثنين ثلاثة لعيبة في نفس المكان بس ده بيلعب نتيجة تواجده على طول. رجليه موجودة على طول وخبراته هي النقطة دي بالنسبة للونش. فالونش عمل جاب كبير جدا في الحتة دي لأن الهدف الثاني لو أي حد الخطأ يعني تطلع الكرة طلع في مكان صعب. ثاني حاجة المساحة اللي ما بين اللعيبة وخطوط نادي الزمالك كانت فيها جاب واسع ما بين نص الملعب والديفنس. الديفنس نازل في حضن الجون والنص الملعب ما كانش ضامم على الديفنس عشان كده الكره جت لقفشه واخدها على طول. ما استناش لحظه لانه عارف ان هيبقى وراه. هو ما فكرش فيها يعني ما كانش فيها غير ان هو يرسلها بالشكل ده. فهي الجاب اللي حصل وده الجاب ده من بدايه الشوط الثاني واضح او من الشوط الاولاني واضح ان في خطوط نادي الزمالك في ابعاد شويه. فده اللي خلى الجون الاولاني يجي في نادي الزمالك. لما ابتدينا نضيق المساحات شويه ابتدينا نمتلك نص الملعب. لما جينا رجعنا ثاني وحس لعب كاسونجو انت فاهم برده فتحت هتلاقي الجون جاي القفشه الديفنس بعيد والهافت الديفندر بعيد فاخدها في مساحه نموذجيه ان هو يقدر يحطها جوه الجول. الجول اتفضل. بس انا فعلا يعني برضه زي ما هشام بيقول بس انا فعلا من هنا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب على اختيارهم لموسيماني. هو البطولات دي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى رايد لكن هو فكر كويس اختار مدرب عارف افريقيا تماما عارف بيلعب ازاي. هو اصلا مولود وعايش وعارف اللعيبه المصريه واخد البطوله الافريقيه قبل كده فهو بيلعب على اقل الاخطاء. يعني انا ممكن معلش يعني البطولات انا لو دوري طويل اقول العب كويس واكسب طبعا ان في رايح جاي وبتاع لكن البطولات اللي هي ماتش واحد هي ماتش واحد انا لازم العب بحذر لازم العب بامن كويس قوي ولو قدرت اخطف اخطف. هو عمل كده امبارح.